دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. فريق رجال كره اليد بالنادي الاهلي حصد الميداليه البرونزيه ببطوله كاس العالم للانديه اللي بتستضيفها مصر بالعاصمه الاداريه الجديده، وده بعد الفوز على فريق برشلونه لكره اليد بنتيجه 32-29. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك فاز على فريق تابوتي البرازيلي بنتيجة 30-24 في إطار ختام تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية سوبر جروب. البطلة المصرية نوران جوهر مصنفة ثانية عالميا لسيدات الاسكواش تأهلت إلى الدور نصف النهائي ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش اللي بتستضيفها الدوحة. البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالميا لرجال الإسكواش تأهل إلى دور النصف النهائي ببطولة قطر كلاسيك للإسكواش اللي بتستضيفها الدوحة خلال الفترة من 30 إلى سبتمبر إلى 5 أكتوبر الجاري. المصنفة الأولى على العالم نور الشربيني تأهلت إلى نصف نهائي قطر كلاسيك للإسكواش بعد فوزها على الإنجليزية جورجينا كينيدي في ربع النهائي بنتيجة 3-1. كمان تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش إلى الدور نصف النهائي ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش، وفازت هانيا الحمامي على البلجيكية تيني جالس بنتيجة 3-0.